So, I would like also to, to make and uh, ask uh, Dr. Um, Gomoria Abderrahman, yes, the Vice Director of uh, the National Council of Women in Giza, also to, to come from the National Council of Women Branch. Thank you. Assalamu alaikum. i Gomoria مقرر منو فرع المجلس القومي للمرأة بالجيزة أنا هنا مبسوطة جدا النهارده بدعوة الأصدقاء في جمعية الشباب الأستاذ عاطف والأستاذ عمرو في منظمة التعاون وشكرا للمنصة بنتكلم على دور المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة معاون ومشارك وداعم التلات حاجات معاون ازاي وت... وبت... يعني التلاته اتعملوا النهارده في مقرره تواجد مقرره فرع اليوبية بنفسها كانت موجوده و... وبرده فرع الجيزه ممثل ودي احدى المحافظات اللي تنفذ فيها المشروع وداعم ومشارك وبيقدم دعم فني ودعم عيني وبيش... احنا مثلا كمحافظه الجيزه عندنا 18 اسمه مركز احنا تقريبا مفيش حاجه وقع مننا حتى الكره والنجوع اللي موجوده في ال في الـ 18 اسم ومركز بنتعامل معاها حتى الجمعيات الاهليه انا هتعامل في ال 18 اسم ومركز ازاي هو انا اعرف كل الكره هو انا اعرف كل النجوع هو انا اعرف كل الناس او كل الفئات المستهدفه مين اللي هيعاونني يبقى لازم يكون ليا شريك اساس الشريك الاساسي ده هو المجتمع المدني فاحنا بنك... مش بتكلم عن الجيزه بس انا بتكلم عن المجلس القومي للمراه ككل لان المجلس القومي للمراه على المستوى القومي هم 30 عضو بيعينهم رئيس السيد رئيس الجمهوريه وفي 16 لجنه نوعيه لجنه الصحه لجنه التعليم انا مش هتكلم على الصحه والتعليم والمشاركه السياسيه والبيئه والمراه الريفيه والحاجات دي كلها هتكلم على حاجتين اتنين بس على لجنه متخصصه للمنظمات الحكوميه وعلى منتدى المنظمات الحكوميه اللجنه دي بتعمل ايه والمنتدى ده بيعمل ايه المنتدى ده من حق اي حد قاعد في القاعه مجتمع مدني يشارك فيه ويدخل ويبقى عضو ويحضر الاجتماع الشهري بنعمل فيه ايه ده هقوله اللجنه بقى بتعمل ايه لجنه المنظمات الحكوميه بالمجلس القومي للمراه فيها خمس او ست اعضاء من ال30 اللي معينهم الرئيس وبتستعين بالخبره والاستشاريين واساتذه الجامعات في وضع السياسات العامه اللي بتهم المرأة أيا كانت المرأة كل شرائح المرأة الريفية المرأة العاملة الطبيبة المهندسة كل سيدات المجتمع المجلس القومي للمرأة مسؤول عنه والدولة بتحط سياسات احنا بنعمل ايه بنتابع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والغير عاملة في مجال المرأة علشان نشوف السياسات دي هل هنقد... اتنفذت على ارض الواقع في خطط خمسيه في استراتيجيه المراه عشرين ثلاثين في حاجات كتيره على ارض الواقع هل بتتحقق ولا لا قوانين المراه القوانين الاحوال الشخصيه القانون المتعسر ده اللي مش عايز يطلع فكل بنناقشه مع مين مع منظمات المجتمع المدني في تواصل دائم ما بين الامانه العامه فوق برئاسه الدكتوره ميا مرسي وكمان كل الفروع احنا عندنا سبعه فرع في السبعه وعشرين محافظه وتقريبا كل الناس اللي قاعدة عن الوادي الجديد ممثل هيشوف المقررة بتتعامل معاه ازاي دكتورة هدى عندك تلاقي قايمة بالوادي الأليوبية موجودة الجيزة موجودة كنت أتمنى كمان دكتورة مها مروان بالقاهرة تكون موجودة النهاردة المجلس القومي فاتح أبوابه لكل الناس آآ دكتورة صبح عشرين وهي بتتكلم قالت إن في خط تواصل مفتوح طول الوقت 15115 لشكاوي المرأه، باللي معاهوش لا 16000 ده مش بتاعنا، ده بتاع المجلس القومي للامومه والطفوله، مش احنا اهو، اللي احنا بتاعنا 15115 مش كده وبس للي مش عارف يتواصل او يتصل، احنا عندنا مكتب لشكاوي المرأه في كل فرع من فروع المحافظة بيتلقى على مدى ال 24 ساعة قضايا المرأة وشكاوى المرأة المطلقة والمعيلة واللي مرأة في نزاع مع العمل والمرأة في أي نزاع من أي نوع بنتعاون مع كل الإدارات الحكومية الموجودة إدارة التضامن إدارة الصحية إدارة رعاية الشباب كل الإدارات الموجودة على أرض المحافظات بنتعامل معها شكرا لحضراتكم وسعيده أن أنا موجودة